بقول لك انه عندما كان يقول جدي رسول الله احنا كون جسمنا بيعشق، دي بقى انا كنت دي بقولها. كانت يعني اول ما يقول جدي رسول الله احنا كان جسمنا بيعشق. ولما كان بيقابل السيده نفيسه، ده برضو كان من المشاهد اللي هي برغم ان السيده نفيسه مثلت قبل كده في وصورت في مسلسلات اخرى، ولكن تصويرها بهذا الشكل كان شيء يعني خاطف للقلوب. طبعا بلا شك. وفرح كانت جميلة جدا فرح سيسو. جدا، و انا كنت اقعد استشير في الحاجات دي. يعني في حاجات كنت استشير فيها دكتور رمضان عبد الرازق، واقول له ممكن اقول كده، يقول لي طبعا، اقول له ممكن اقول مثلا، حد يقول لي يا ابن عم رسول الله، يقول لي طبعا، ما هو يلتقي مع رسول عند ابن عبد مناف عليه الصلاة والسلام. الحكاية بتاعت الراهب اللي في الأول، هنا الإمام الشافعي المدرك إنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهو يدرك ذلك. الحاجة التانية، هو يعترف بعلم الآخرين، ويعترف بإنه قال له أنا شفت الأعشاب دي، في حاجات بعرفها بس في حاجات ما بعرفهاش، طب ما أنا صح، ما في بيئة تانية أنا كنت فيها. وبالتالي الراهب ده اللي بيعلم أشياء، لو راح عند الشافعي يبقى في حاجات بيعرفها وحاجات ما يعرفهاش. ومصر كانوا 60% منها أقباط و40% منها كان دخلوا الإسلام.